رجعنا من جديد لحضراتكم في الاستوديو. مشرفني الناقد السينمائي ومدير مركز الهلال للتراث الاستاذ اشرف غريب. استاذ اشرف تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. لو احنا بنتكلم على صوره المراه في الدراما سواء كانت تلفزيونيه سينمائيه مسرحيه، بنتكلم في فكره ان ناس كتيره قوي في بعض الاراء شايفه والنقاد على فكرة يعني مش الأراء كمان الغير متخصصة شايفة أن الصورة دايما كانت بتظلم الست المصرية وفي بعض الأراء الأخرى بتقول لا خالص دي بتشجع الست المصرية وفي نفس الوقت بتقدم ليها السلوك المفترض أن هو يتبع، يعني أراء نسبية ومتنوعة ومتفاوتة. بالضبط، شايف حضرتك إيه؟ طيب كده إحنا يعني بندخل في صلب فكرة الحلقة اللي حضرتك شغالة عليها وهي فكرة صورة المرأة. طيب الأمر كله مرهون بفكرة التناول، وارد جدا أنه يكون فعلا المرأة مظلومة، وارد جدا أنها تكون لا مش مظلومة بتأخذ حقها، ده مرتبط بالورق اللي اتعمل على الشاشة والآليات اللي خرجته إلى معادل مرئي لهذا الورق. المرأة عموما في السينما المصرية حتى نهاية اتفضل حتى نهاية الخمسينيات تقريبا كانت يعني تنقسم إلى جزئين، أو تناول المرأة كان بينقسم إلى جزئين: الست البسيطة أو الفتاة البسيطة المنسحقة التابعة لرجل، إما إن هي يعني نقطة هدف لي بيمارس عليها شروره، وإما إن هو المنقذ اللي بيحاول أن ينقذ هذه الفتاة من شرور هذا الرجل الآخر. تجارب كتيرة جدا في سيطرة تيار الميلودراما على السينما المصرية فترة يوسف وهبي وحسن الإمام، الفترة اللي أفرزت فاتن حمامة ورفيقتها ماجدة وشادية ومريم فخر الدين، كل هذه المجموعة اللي خلقت تيار الميلودراما في السينما المصرية في الوقت ده كانت إيه؟ كانت الفتاة تابعة لرجل، كانت يعني محبوبة ورومانسية وعاطفية بس إلى آخر، تظل بس السيطرة الذكورية هي بالضبط كده الحقم. في المقابل لهذه الصورة المنسحقة إذا جاز التعبير، صورة المرأة المغرية التي تصل أحيانا إلى حد الغوية، المرأة المغرية عند هند رستم والمغوية عند البقية بقى برلنتي عبد الحميد وهدى سلطان وزمردة ولولا صدقي، كل المجموعة اللي اشتغلت على هذا النوع من الأداء التمثيلي، إلى أن ظهر جيل جديد مع سنة 57-58 جيل لبنى عبد العزيز ونادي لطفي وسعاد حسني. هذا الجيل اللي استفاد من تطور المجتمع اللي حصل بعد ثورة يوليو 52 وفكرة نزول المرأة للعمل وللجامعة وللتعليم ورغبة الفتاة عموما في ان هي تمارس دورها الطبيعي في المجتمع، فكان من الطبيعي ان هي تنعكس على الشاشة، يعني زي ما البنت بتنزل للحياة العامة طالبة وموظفة كمان لازم يبقى في افلام تواكب هذا التطور وهذه الصوره المختلفه اللي حاولت فيها الفتاه لا هي تبقى منسحقه كما عند تيار الميلودراما فاتن حمامه ورفيقتها، او هي المراه المغويه المغريه زي هند رستم ورفيقتها. طب لو احنا حابين نتكلم بقى على اخر خمس ست سنين نقول ايه على صوره المراه؟ يعني حبعد شوية من الخمس ست سنين وأقول يعني العشرين سنة مع الجيل الشباب، مع تيار جيل الشباب اللي بدأ مع فيلم إسماعيلية رايح جاي سنة 1997. هذا الجيل المجموعة اللي هي كانت منى زكي وحنان ترك قبل ما تعتزل، ثم حلا شيحة، ثم منى شلبي ونيلي كريم، وهذا الجيل المميز جدا في السينما. هذا الجيل بدأ وياسمين عبد العزيز طبعا بدأ يعني زيه زي اللي قبله، فكرة أنه تابع للشاب للولد أو للبطل الرجل، أحمد حلمي، أحمد السقا، محمد سعد، محمد هنيدي، حتى علاء ولي الدين الله يرحمه، كل المجموعة دي كلها كانوا هم الأبطال الفعليين في تيار كوميديا سائد، تيار سينما شباب، مع بطلة بتساند هذا الشاب. حتى أنه كتير من الممثلات في الوقت ده كانوا يقولك أنا اشتغلت مع فلان وفلان وفلان وفضل لي فلان، على طريقة إن هي كما لو كانت مديونة إن هي تطلع مع ده كمان كنوع من المساندة لفكرة الفيلم الذكوري إذا جاز التعبير. الاستثناءات كانت موجودة؟ كانت موجودة.
يعني مثلا حاله زي حاله ياسمين عبد العزيز، ياسمين بالتحديد بيكتب لها افلام، دادا دودي وانسه مامي وابو شنب وكثير من الافلام كانت ياسمين هي البطله الفعليه. الاخريات كان في بعض الاستثناءات زي مثلا احكي يا شهرزاد لمنى زكي، فيلم مهم جدا فيما يتعلق بشخصيه المراه او صوره المراه. منى شلبي بتعمل فيلم زي نواره مثلا سنه 2015، احنا بنتكلم اهو في الخمس سنين. قبلها مثلا بشرى بتعمل 6 7 8 عن قضيه بس التحرش. عارف يا استاذ اشرف، يعني خلينا برضو نتكلم بشكل صريح جدا، لان برضو المجتمع بيأثر على فكره ان الصوت النسائي يتبروز اكتر ولا لا. يعني دايما احنا بيبقى عندنا قافه ان بنثق في جوده عمل الرجل عن جوده عمل الانثى للاسف. يعني في كل حاجه، يعني حتى الطبخ دلوقتي، يعني يقول لك لا حتى الشيفات الرجال بيبقوا احسن من الشيفات، لا يعني في صحيح. منافسه دايما، وبيبقى دايما في بعض الاراء بتثق في جوده شغل الرجاله عن شغل الستات. كويس. في اخر 3 سنين 4 كده شفنا لا، ان في جوده لشغل الستات لما خدت فرصه بشكل كبير قدرت انها تثبت نفسها وتواكب نفسها وتتميز على الساحه. صحيح. هل وجهه النظر دي اللي موجوده في مجتمعنا واللي بتعتبر برضو نقطه سلبيه وضعيفه جدا موجوده برضو في السينما، ان الجمهور بيحب جوده عمل البطل الذكوري عن البطله الانثى؟ مش بالضرورة، لكن هي إحنا الجمهور الشرقي عموما بيحب فكرة البطولة، يعني فكرة الشجيع السيما بالتعبير القديم. فالشجيع السيما ده عادة بيبقى راجل، يعني من النادر جدا إنك تلاقي مرأة تطلع تاخد بطارها وتعمل أكشن مش عارف إيه. تحاول ياسمين بتعمله، حاولت نجلاء فتحي مثلا في الثمانينات إنها تعمله في المرأة الحديدية وكان الجمهور متعاطف معها. لو المرأة استطاعت أن تقبل، المرأة الممثلة يعني أن تقبل إنها تتنازل بعض الشيء عن رونقها وشكلها وصورتها الجميلة دي، من الممكن جدا إنه يتقبلها المشاهد. لكن هي الفكرة كمان إنه حتى آليات السينما أو عناصر السينما أو فريق عمل الفيلم يفضل إنه يشتغل مع رجل، مع استثناءات برضه. يعني قدر جيل هال خليل وجيل ساندرا نشأت وجيل مرجان، مجموعة نادين خان، المجموعة الأخيرة دي بالتحديد، أسماء بكري قبلهم طبعا وناس دغيدي، إن هم يكرسوا ويأكدوا على فكرة المخرجة الليدر، المخرجة القائدة. وبالتالي دول هذه الأسماء وغيرها كانت بتحمل قضايا مرأة في أفلامها، كانت بتحمل صورة مرأة هي أكثر أمانة في توصيلها للمتلقي. طب هو ليه لازم يعني تتنازل عن رونقها أو تلجأ لان هي يعني تعمل ادوار فيها مثلا عنف او فيها نوع من انواع السلوكيات اللي بتبقى منحصره للرجل فقط؟ يعني ليه ما نشوفش مثلا ادوار بتناقش حاجه متعلقه او قضيه متعلقه بالمراه فقط؟ يعني انا افتكر مثلا فيلم مراتي مدير عام. الفيلم ده انا بحس ان هو طفره، يعني ليها علاقه ب يعني سلوك اجتماعي كان لسه موجود في الفتره دي من عمر المجتمع المصري. لما تشوف الفيلم انت مش عارف يعني مين البطل، السيده ولا الرجل، يعني خاصه ان هي قضيه مشتركه. لا يعني اذا حطينا بقى الفيلم في منظور نقدي، لا احنا الجمهور والنقاد عارفين انه من عنوان الفيلم انه مراتي مدير عام، ان البطله امراه، ده واحد. اثنين، القضيه التي يثيرها الفيلم هي قضيه نزول المراه لمجال العمل. ثلاثه، هي فكرة تقبل الرجل لقيادة المرأة في العمل، فكلها قضايا نسائية مباشرة بس طبيعية. برضو حد ممكن يكون عنده نظرة نقدية أخرى يقول إن القضية دي متعلقة بالمرأة، بس في نفس الوقت هي ليه بينظر ليها كده؟ عشان متعلقة بوجهة النظر وتعامل الرجل معها، فبالتالي الرجل ليه نصيب الأسد في تشكيل القضيه دي في الفيلم. انا مش هتكلم في الفيلم بس انا بتكلم كقضيه تخص المرأة. هو الرجل عموما هو طرف الصراع، ده شيء طبيعي، بس في القضيه في الاخر في الاساس هي قضيه مراه، هو طرف الصراع. ما هو اي حضرتك درس دراما وعارف اي صراع لابد له من طرفين. صحيح. طب هنا ما فيش في مرات المدير عام فكره الخير والشر، ما فيش صراع، ده الصراع التقليدي. لكن هنا الصراع بين افكار، بين فكره رجل وفكره مراه في مجتمع كان عنده قابليه للتطور ده. لما تبقى رئيسه مؤسسه او شركه اسكان او شركه مقاولات
طبيعي جدا ان يبقى الصراع ده صراع فكري، صراع بين معتقدات راسخه قديمه وبين تطور في المجتمع بتمثله امراه. يمكن شفناه ده برضو في طور جديد تيمور وشفيق. خلي بالك انه مراتي مدير عام كان في وقت كانت مسيطره فيه الكوميديا الاسريه على الذوق السينمائي العام. وفي الفتره دي كان الاسره السينمائيه، الاسره المصريه بتعتبر السينما او الذهاب للسينما طقس اسبوعي لطيف محبب بيتعمل بشكل طبيعي. لما السينما تجتذب جمهور الاسره المصريه بمختلف افراده طبيعي ان يتقدم لها النوع ده من الافلام. هتكتشفي مثلا انه في الفتره دي مفردات الاسره هي اللي مسيطره على الافلام. يقول لك اعترافات زوج، زوجه غيوره جدا، مراتي مدير عام، عفريت مراتي، نص ساعه جواز، عائله زيزي، مفردات الاسره. ليه مفردات الاسره؟ لان الاسره هي الجمهور الفعلي للشاشه. النهارده المسألة بقت الشباب، بقت جمهور السينما هو الشباب، طبعا الشباب في امرأة. فبقدر تأثير المرأة في المجتمع بقدر ما تعكسه السينما. صحيح. الناقد السينمائي ومدير مركز الهلال للتراث الأستاذ أشرف غريب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل التفاصيل النقدية المهمة جدا واللي أكيد يعني فادت المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي. ميرسي جدا يا فندم، شكرا. أشكرك. شكرا. فاصل قصير ونعود لحضراتكم من جديد، دائما ابقوا معنا.